طبعا احنا هون لحتى نبدا بالسلق عم بستعمل بس بصل وهيل وراغر. هنبدا اول شيء باستعمال الجريك يوغرت او اللبن الزبادي، فبضيف عليه شوي من اللبنه الحامضه، زيدي عليهم معلقه صغيره من التوم. بعد ما ضفت الملح عليها حضيف عليها هلا الطحينه، بلش نضيف عليها من مرقه الدجاج. لهالفته هي استعمل خبز العربي معروف السميك. انا صرت اسميه خبز هلا اصلا. هذا الخبز السميك لما بنقليه شوفوا كيف بصير بضله مقرمش لوقت اطول. بطبخ الرز الابيض مع مرقه الدجاج اللي استعملناها. حنستعمل بس خلينا نقول للصحن اللي عم نقدمه معلقه من السمنه، جزء من الخبز، ما بده يكون كميه الخبز كثير كبيره. حنحط الرز الابيض. يا سلام يا سلام. على فكره نحن بالحقيقه وبحياتنا العاديه بنطبخ مع بعض. بنحط عليهم هلا البقدونس. حنقول 3 2 1